بس افتح لما يبدا الوقت. يلا ابدا الوقت. يلا يا استاذ خالد اتفضل. يلا خالد اتفضل يا استاذ خالد. يا سلام شوف 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 الضربه المزدوجه. لا ده ميكانيكي. لا لا خليك معايا ميرتش لابيو. هتروح هناك هتقفل اللي هناك هتفتح اللي هناك. تعال امسك المسامير دي بيوقعها. يلا بسرعه لسه معانا 70 ثانيه 75 ثانيه. اتعلم حاجه تفيدك. ما تقفلش دلوقتي يا استاذ اشرف. اما تفتح خالص اما تفتح يا استاذ خالد افتح واديله الغطا. افتح واديله الغطا. اللي وقع تحتيك ده اشرف. اشرف اهو ده دايس على البتاع. يا اشرف يا اشرف دايس على البتاع انت. يا اشرف ايش لعب يا اشرف. اعمل واحد واحد يا اشرف عشان يبقى مظبوط بس ما تبقاش الدنيا. 50 ثانية الصندوق ب 100 مش كده؟ فينه فينه حبيبي كان بص نحلة نحلة قافل معايا بالونة كان نحلة. لا ما تساعدوش افتح. والله لا افتح بقى اللي هناك. اه ما تقول فين بالونه كان بيعمل الحاجات دي نحله كده. فتحت الصندوقين وما قفلتوش ولا صندوق. الكاميرا اتقفل. يا سلام عليك. هو طبعا الصندوق فتحه بقفله ب 100. ايه 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 انت ايه ايه في ايه؟ اساعدك اساعدك. احسنت يا استاذ خالد. يلا هو لازم المسمار ده ينزل للاخر. اه للاخر. هو الثاني ينزل. 10 ثواني 10 ثواني. لا انت ما شلتش الغطا. الغطا ما اتشالش وما اتحطش تاني. انتوا كده قفلتوا وفتحتوا الوقت خلص للاسف يا استاذ اشرف. واحد بس. اقعد مكانك اقعد مكانك اقعد مكانك اقعد مكانك كده للاسف. كمل كمل يا استاذ خالد تقفيل معايا معلش. كده للاسف هم عملوا صندوق واحد يعني معاهم 100 نقطه بس. تمام هنشوف دلوقتي قبيله النخله. كويس الناس دي شاطر. هتعمل ايه معانا؟ الناس دي شاطر وانتوا شاطرين برضو؟ ان شاء الله ان شاء الله. بقول لك ايه انت إيه؟ هتفتح انت عارف انت. لا ما تقلقش انا في الفتح والجري ما تقلقش. اه برافو عليك. مين اللي هيفتح ويقفل؟ انا اللي هفتح. محمود كبالن هنا كويس. ما تقلقش ما تقلقش. والاستاذ نصر اللي هيقفل؟ اه هنا كسيد كان سيد بيقفل ويفتح كل حاجه والله. راح بيبقى قاعد برنس في اللوكيشن. سيد افتح سيد اقفل سيد. نساعدهم طيب. الله يكرمه. خلاص واخد مني مفتاح القفل ما اعرفش ليه. احنا تاني ولا انتوا خلاص كله قفل بس. مين اللي هيلعب تاني؟ الاساتذه. انت بتفتح ايه؟ لا ما انت ما تقفلوش زي ما هو معمول. هويه هويه هويه. اه نهويها شويه بس. بس حرام حرام بس بس خلاص اتهوت اهي. بس خلاص بس يلا اتفضل يا استاذ محمود. يلا اتفضل اتفضل اقعد. يلا بقى استاذ بقى يلا اتفضل اهو. يلا جاهزين يا اساتذه؟ جاهزين يا استاذ. ابدا من هنا. يلا استاذ جاهزين. لو جاهزين ثانيه واحده جاهزين. اه انت اللي هتقفل. ها بيقفلها. لا 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 مش مش لا صدقني. هنبدا من هنا. يلا ابدا الوقت بسم الله. يلا فريق النخله قبيله النخله. الله ما بص بص يا شنيور يا اخي. حاضر 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 حاضر. بص الوضع عصافيري عصافيري. بس يا استاذ نصر ايه ده؟ ايه بس ايه؟ بس لا هو بيعمل ميه. عدى 70 ثانيه. ادي لزميلك ادي لزميلك على طول. احدف احدف مرمطني احدف. احسن يا وحش احسن احسن يا استاذ محمود احسن تستاهل. لا هو بصراحه هو في الجري حلو. لا بس اهو. طب ما هو يقع في الارض وانزل اجيبه. ماله بقى ضرسي واجعني مش قادر اوطي. انا عامل عمليه والله يا جدعان. طيب اوعى ايدك اوعى ايدك اهو. عايز اخد بس قبل ما يقع بس القطه اهو هجيبه لك. بس هات يا بيه هات يا بيه. خد يا باشا روح يا بيه سيب افتح يا بيه اهو يا باشا. يلا اقفل يا نصر اقفل يا نصر على مهلك. هو لسه قدامه وقت. مهلك ايه ما تقوليش على مهلك. يلا اقفل. احسنت معاكم 30 ثانيه. لسه 30 ثانيه. اه يا حبيبي صعب انا عارف لكن قدامك وقت يعني. حوده استنى شويه انت تعبت يا حبيبي ريح شويه كده. قدامك وقت يا حوده ريح شويه. 21 ثانيه 36 يوم. لازم الصامولة والمسمار يتقفلوا للاخر. هيتقفل للاخر. 10 ثواني. على ايه يا غوز؟ على مهلك يعني. على ايه يا غوز؟ على مهلك. خلاص اهو ما شاء الله اهو البتاع بيعيط اهو. يا ابني البتاع بيصرخ. يا سلام الوقت خلص للاسف. هو صندوق واحد. احسنت احسنت. كمل قفل كمل قفل كمل قفل. انا عاوز اعرف بس حاجه يا غوزي. قفل. الموضوع صعب. الموضوع صعب فعلا. انه تفك. والله على 90 ثانيه. كتير. ما احنا عايزين صندوقين يعني. لو جبت صندوقين احنا دلوقتي هنعكس مع بعض. اتفضل استاذ اشرف
استاذ اشرف اللي هيفتح والاستاذ خالد اللي هيقفل. والله اه اه شغلانه دي شغلانه. طب استنى لا لا انت هتفتح. استنوا لا استنوا انت لا لا انا بس بقول ما لا 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 ما انتوا اللي قفلتوه على نفسكم. دول ودول احنا كنا فاكرين هم اللي لعبوا عليها. لا والله الشرف. ايه رايك؟ ايه رايك؟ الشرف الشرف بقول ارزاق بالله. اه ارزاق يا بيه. انا ما لو اسكت احسن. جاهز يا استاذ اشرف؟ كنا ربطينها جامد عشان احنا لا انت كده جاهزين. ما كانتش بس بس خلاص نهدى. بالله عليك بالله عليك تعالى هنا تعالى. ليه ما نقف هنا؟ تعالى تعالى اتفضل تعالى تعالى. لو جاهزين لو تعالى يا استاذ اشرف راح فين؟ خليك انت اللي هتفتح. انت اللي هتفتح وعايزك باور. لا لا بص انا اللي مسامير هحطها لك هنا. مش مهم ارميها لي. لا بص ابقى حطها في الدرج فوق جنب المكتب. لو جاهزين لو جاهزين نبدا الوقت ونقول بسم الله. ابداوا الوقت يلا. خلاص يلا احسنتوا احسنتوا. اشرف 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 ما تخليش حد يعطلك. يلا مش مش شمالي عشرك يا عم ابي عايز اطلع. طب ما بقول لك هتركز معاه. لا هتعمل حاجتك. اسمع بس مني. طيب انا هديك الحل. ركز معاه يا اشرف. يا عم اسكت. طب استنى بس انت برضه مركز معاه. طب اظبط المايك اللي واقع منك ده انت بتخبطه. سيبوا عمود النبي انت بتنزل مسمار يا راجل. اخلص هنا. ما هو الحكايه النهارده. ها بقول انت ايه الحكايه النهارده؟ تعبان. يلا ايه ده ايه ده ايه ده ايه ده ايه ده ايه ده. لا اله الا الله. اوعى ايدك تخبط. احسنت. 40 ثانيه لسه معاك. 45 ثانيه. اشرف 45 ثانيه مش هنلحق. يلا اشرف. زميله بيقول له 45 ثانيه مش هنلحق. سيب ده اشرف اعمل الثاني بقى. سيب واحده حتى بس هنا واشتغل في الثاني عشان تلحق تعمل الثاني. 35 ثانيه. يلا يلا اسرع. مش لازم تشيل. لا هو اللي بيشيلها. لا 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 هو اللي يشيلها. استاذ اشرف هو اللي يشيلها. اشرف اشرف تعالى في الجنب ده. ايوه كده. اشرف اللي يشيلها ولا ايه يا ريس؟ لا لا حلو كده زي الفل. يعني مش لازم تتشل؟ لا لا مش لازم. يلا خلاص. احسنت يا استاذ اشرف. اربع ثواني. احسن احسن. اربع ثواني. ايه؟ 10 ثواني. طب قفلنا وفتحنا واحد. لا مفيش واحد ده لسه فيه. امال ده ربع ده؟ ده لسه ركب حتى لسه. ركب حتى مسمار كده. لا لا لسه. ما ركبش حتى. لا لسه. لا سامولا شوف انت كنت لسه مقفل. اهو الوقت خلص قبل ما استاذ خالد يحط اخر مسمار. أيوة. والله ده راكب. اهو والله مش هتتحسب. ايوه صح اهو اهو صح بعد ما الوقت خلص. والله اهو. لا بعد الوقت اللي خلص. وبص هنا برضه يا ريس. بص بص ده بص اه يعني لسه ده جو مش فير. ده جو مش فير. لا جو مش عايز اقول الفاظ. اعمل معاهم لو سمحت. اعمل معاهم نفس اللي عملوه معايا. لا يا باشا لا لا اتفضل يا استاذ نصر. ولا ايه اللي خلاني اعمل اللي بيعمله؟ حضرتك يا استاذ نصر اللي هتحل المسامير. بص يا باشا المسامير. بص يا باشا. بص يا استاذ غزي. لا انا بس تقلق في درسك. بص يا باشا اهو يا راجل في كده. روح الخيمه بتاعتك. روح الخيمه بتاعتك يا استاذ. بص والله والله انت بتهوق. يلا خلاص خلاص يلا يا استاذ كده بان. انا هقلب هنا كل الرضا. اثبت اثبت اثبت. نبدا الوقت اتفضل. نبدا الوقت. بص يا راجل ده المسمار فتح على النص. ماشي ماشي. ودرسك تعبان عادي وفي رمضان وبتاع وكده وبيفك. بص لا حول ولا قوه الا بالله. سيب يا استاذ سيب يا استاذ. عنك سيبه. انت مش جايب مساعد معاك. عنك يا استاذ انا المساعد. اه ماشي احسن يا وحش. مش لازم تشيلوا الغطا. سيب يا استاذ. مش لازم تشيلوا الغطا. احنا بقى روح فك الثاني يا باشا. انا شلته بس هو بس الراجل قال لا. طيب فير يا بيه. انا فيه زي بعض. لا لا انا فيه. ما انت برضه يا اشرف انت بيكلمك مهتم بكلامك. لا لا انا هو كلامه مش معطلني والله. ما معطلني. لا 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 شوف فيه احسن يا وحوش. معاكوا لسه 45 ثانيه. خلاص يلا يا استاذ محمود اربط. يا سلام يا سلام. مش قوي يا حوده. سيبها يا سلام يا سلام. مش لازم يعني. حط المسمار بس مش قضيه. هات لي مسمار 10 هنا. يلا بينا. هات اللي في الارض يا حوده. مسمار 10. معاكوا 30 ثانيه. معاكوا 30 ثانيه. لازم تربط دي المسامير للاخر. يلا لا انت قلت يلا لازم. احسن الوحوش. بتعمل ايه بيه؟ يلا ادي الثالث ثالث اهو. يلا غزي عامل معاكوا وقت. اقسم بالله استاذ غزي مظبطكم اقسم بالله. والله العظيم يعني عايز اقول لك. يلا استاذ 10 15. يلا استاذ محمود بسرعه 10 ثواني. 10 ثواني يا ترى هيحط. انا عايز اشوف المسامير مكانها. 5 4 ثواني. للاسف على بالك يا للاسف للاسف الوقت خلص. صندوق واحد بس اللي اتقفل.
صندوق واحد بس المسامير مش نازل مش مهم بس لا اخر مسمار موجود طيب. انا قلت لك هنا حط اخر مسمار بس حطيته طيب تمام لا اخر مسمار بعد الوقت خلص بعد الوقت انا فكيت ثلاث صناديق يا بيه انا فكيت ثلاث صناديق ولحد دلوقتي النتيجه هنشوفها قدامنا دلوقتي على الشاشه نتيجه هذه اللعبه وهي نتيجه مرضيه قبلت النخله